بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين كده ورمضان سعيد عليك يا رب. النهارده زي ما انتم شايفين احنا هنعمل قطايف عشان الناس اللي ما بتعرفش تبقى سهله. لو برضو ايه اللي عاوز يخزنها في التلاجة وتقعد كذا يوم في التلاجة هقول لكم ازاي بالظبط. النهارده انا بالنسبه لي بحب اعمل القطايف بكوست الهند بالسوداني وبالزبيب وطبعا السكر. قبل ما نبدا بس في الطريقه، اهم حاجه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتزعلوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، وبرده ما تنسوش اللايك للفيديو ده. ولو عاوزين ان شاء الله كده العجينه بتاعه القطايف هعملها لكم ان شاء الله، اللي عاوزها بيكتب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها له. النهارده هنبدا. انا بالنسبه لي هضرب السكر، السكر انا حطيته ماشي، هنضربه وارجع تاني مع بعض. انا عمو بس اهم حاجه نعموها الاخر زي ما انتم شايفين اهو. بصوا حبايبي حلوين بقى ناعم خالص اهو، شايفين؟ بصوا نجيب اي بلاستيك عندك او اي حاجه هتحطيها فيها، اي علبه نحطهم كده ماشي خلاص. دلوقتي بقى انا هضرب برضو السوداني، مش هنعمه قوي، انا حاجه بس ايه زي ما جروش كده شويه هحطه برضو واوريكم. بصوا حبايبي انا حطيته، بس هو عشان طبعا السكر هو اللي باين. بصوا انا عاوزه ضربه واحده. ازيكم حبايبي؟ بصوا زي ما انتم شايفين اهو انا ضربت السوداني، احطه برضو كله خلاص. هنقلب كده، نقلب بس السكر. نفتح بقى الزبيب وجوز الهند وارجع لكم. بس انا فتحت الزبيب، حط بقى كده كبشه حلوه اهو زي ما انتم شايفين، زي ما انتم بتحبوا. انا كده كويس ماشي، حط جوز الهند بقى برضو زي ما انتم بتحبوا. اللي بقى عاوز يحط بقى بقيه مكسرات تاني زي ده، زي ما ده حاجه اختياريه بتاعتكم انتم، بس انا بالنسبه لي انا بحبها كده. هتقلبي ناقصة، شايفة الجوز هند قليل هتحطي، انا بالنسبة لي هحط جوز هند تاني تدي طعم كده وريحة لما بتسيح بتتحمر بتبقى تحفة. بصوا اهي تقلبوها بقى كويس خلاص. انا بالنسبة لي عملت يا علبة دي هتكفيك ايه يعني، هتكفي ده نص كيلو يعني، هنحشيها دولت وهتعرفوا اخدت قد ايه. خلاص انا بالنسبه لي هقفلها واروح اعمل بقى الشربات. جهزوا بس معاكي وارجع لكم. دلوقتي هنرجع نعمل الشربات مع بعض. الشربات عباره عن سكر، انا بحط كوبايه سكر اهي، ده الكوبايه اللي موجوده في كل بيت بتهيألي، كوبايه سكر عليها نص كوبايه ميه او تلات ارباع. اللي عاوز بقى يكتر يعني هي الكمية العكس، كوبايتين سكر كوباية مية زي ما انتوا عايزين. انا دلوقتي بالنسبة لي مش هولع النار عليها، خلاص ولعت اهو، ولعت النار دلوقتي هسيبها بقى تغلي. اول ما تغلي والسكر ده يدوب هحط نص ليمونة ونرجع تاني. بصوا زي ما انتوا شايفين هو السكر تقريبا داب، مفضلش منه غير حاجة بسيطة، نحط بقى نص ليمونة. انا بالنسبة لي كنت مخزنة مكعبات ليمون، هحط دولت واسيبهم بقى يسيحوا مع بعض ويغلوا، تاخد حوالي 5 دقايق، 5 دقايق وهنطفي عليها، وبرده اول ما اطفي هقول لكم. احنا بقى دلوقتي نحشي القطايف زي ما قلنا لكم اهو، نحشي بس معاكم 2 كده عشان ايه اللي مش عارف. بصوا واحده واحده كده بندوس من الجناب، اهم حاجه بس السكر ما يبقاش من فوق عشان ما يفتحش منكم. بالراحه كده هعمل معاكم واحده كمان اهو بالراحة كده
كده خلاص انتوا عرفتوها ازاي. احنا هخلص الكميه كلها ونرجع تاني مع بعض. ماما حبايبي بصوا الشربات خلص اهو، اول ما تلاقوه كده بدا يعمل ريم وخلاص غلي اصلا اهو. بصوا له للجنب ده بالنسبه لي خلص خلاص. هنسيبه بقى يبرد وشويه وادي معاكم القطايف ونحطها فيه وتشوفوا. يلا خليكم معايا. دلوقتي انا قلت لكم، قلت اللي عاوز يخزنها هتحشوها زي ما هي كده بالظبط. بصوا انا بالنسبه لي اهو، انا ما بعملش غير دولت، انا بالنسبه لي ما بعملش غير دولت، يعني طبق من ده كفايه بالنسبه لي. اي حد طبعا عاوز يشيلها هيحطهم في الفريزر قبل ما يستخدمهم بنص ساعه، يطلعهم ويقليهم عادي خلاص. دي انا بخزنهم كده والطريقه بتطلع، ولا بيفتحوا ولا اي حاجه، مجرد ان انا بحطهم كده في الكميه اللي انا عاوزاها وبحطهم في الفريزر على طول. بصوا حبايبي حلوين بعد ما بيرد خالص، بصوا بقى تيجي ازاي وجميل. في ناس بقى بتحب تحط عليه فانيليا، ده وهو بيغلي تحط عليه فانيليا قبل ما تطفوا عليه، وفي ناس بتحب تحط معلقه عسل ابيض برده بيبقى كويس. انا بالنسبه لي بحبه كده، بستخدمه بقى في حاجه، بتستخدميه في كل حاجه، بتستخدميه في قطايف كنافه بمناسبة رمضان، تستخدميه برضو في جلاش حاجات حلقة، يعني حلويات معظمها. لو حطيتيه برضو في برطمان وحطيتيه في التلاجة هيقعد معاكي بالشهر تقريبا، بالاسابيع يعني، وبسيط ومش مكلف حاجة ومبياخدش وقت خالص. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنقلي القطايف. دلوقتي حطينا شوية زيت وهنحط معلقة سمنة. هنسيبها بس تسيح شويه ونجيب القطايف. ايه دلوقتي السمنه كده ساحت، هنبدا بقى نحط القطايف. نحط الكميه كلها كده، نسيبها تاخد لون. اول ما تبدا تاخد لون هنرجع تاني مع بعض. اهي يا حبايبي بدأت تاخد لون كده، هنبدأ نقلبها واحدة واحدة، وبرده هنا ايه تاخد لون على الجنب التاني، وبرده نخلصها وارجع لكم. هقوم كده اتحمروا على الناحيتين كده، هيبدأ اطلعهم في الطبق. طلعهم بس كلهم وهتاخد، بدأت تاخد لون على الجنبين، بدأنا نطلعها اهي. يلا بس هطلعها كلها الأول وبعد كده ايه نحطها في الشربات مع بعض. دلوقتي هنحط القطايف في الشربات اهي، واحدة واحدة كده، نحط كذا واحدة مع بعض. نطلعها نحط التانيين. هنعملهم برضو بنفس الطريقة وراها. ايه يا حبايبي بعد ما حطينا الشربات عليها ايه شايفينها، طعمها طبعا تحفة، يا رب تعجبكم. بس جربوها كده وقولولي ايه رأيكم في الكومنتات. يلا سلام، باي باي.